بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونائب الملك المفدى في رعاية هذا الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حضرات الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن تكون المملكة العربية السعودية مصدر إشعاع للإنسانية أمنية كانت للملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. وأن تكون المملكة العربية السعودية مصدر إشعاع للإنسانية مشروع أصبح للملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. وما هذه الجائزة إلا بصيص من ذاك الإشعاع، ولا أبلغ من حضور العلم وأهله مثل هذا الاجتماع. وما قيمة الحياة بدون عطاء، وما قيمة العطاء بدون تقدير وتكريم ووفاء. أيها الضيوف الكرام، يا من لكم في العلم مقام، مرحبا بكم في رياض العرب، مرحبا بكم في مهوى أفئدة المسلمين، مرحبا بكم في منطلق الحوار الوطني والمذهبي وحوار أتباع الأديان، ومرحبا بكم في حضرة باني الرياض ومطورها آنفا ولي العهد المظفر الآن، والسلام عليكم.